بعدما حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة. وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرا في هذا الوقود في وقت تبحث فيه عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز. وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوث ولا يزال يستخدم على نطاق واسع، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الكهرومائية. إلا أن هذا الوقود النظيف الذي يمثل حاليا أقل من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين ليس قابلا للحياة بعد تجاريا، ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات. وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، تقوم ببناء أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة، التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار. وستضم المحطة التي بلغت كلفتها 8.4 مليارات دولار طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، وذلك بحلول أواخر عام 2026 بحسب سلطات البلاد. في يوليو أقرت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ كوب 28 أواخر العام الحالي استراتيجية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين. غير أن سلطنة عمان التي تحل في المرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو مستعدة لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج، إذ أنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم والأول في الشرق الأوسط بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر في يونيو الفارط. هذا وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8.5 ملايين طن بحلول 2050. وبحسب شركة ديليوت للتدقيق المالية العملاقة، فإن دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج ستقود تجارة الهيدروجين عالميا على المدى القصير عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي بحلول 2030. ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج إلى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة منافسة للوقود الأحفوري. وفي حين أن كلفة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل التقدم التكنولوجي، إلا أنه لا يمكن بعد إنتاج الهيدروجين الأخضر منه بشكل مربح، وسيستغرق الأمر سنوات من التجارب والأخطاء حتى يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة يتم تداولها تجاريا.